مرحبا بجميع مشاهدي الإخبارية الثالثة في هذا العدد الجديد من برنامج ضيف الثقافة، ونخصص عدد اليوم للاستماع والاستمتاع بحوار شخصية تعتبر من أكثر الأسماء الشعرية النسوية حضورا وتميزا وحدث في المشهد الشعري الجزائري. وقد مثلت الجزائر في كثير المهرجانات والمحافل العربية وكذلك الدولية. هي شاعرة وإعلامية، عضو مؤسس لرابطة كتاب الاختلاف، كاتبة صحفية للكثير من الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية. لها العديد من المؤلفات الشعرية، منها غجرية، كأس سوداء، روح النهرين، بجوارهم، سيرة كتابة. كما صدرت لها ترجمة إلى اللغة الفرنسية كوم لو نوار سو غوفيرم سو اون إتوال. يقولون عنها أن نصوصها متمردة على المألوف، تعشق الحرية وتحاول دائما تجاوز ما هو سائد ونمطي في الشعر الحديث. إنها الإعلامية والشاعرة المتألقة والمتميزة السيدة ناصرة محمدي. أهلا بك معنا سيدتي. أهلا بك الأخت باية، وشكرا على الدعوة. يقال عنك سيدتي أنك تعشقين الحرية وتتميزين بالجرأة في كتاباتك. ما مدى ممارسة الحرية على كتاباتك، وهل هناك رقيب على هذه الكتابات؟ أنت وضعت يدك على جوهر التجربة الشعرية التي مارستها طيلة هذه السنوات بكل تواضع. طبعا نتواضع أمام المعرفة، نتواضع أمام الشعر، نتواضع أمام الجمال. هذا يمنحنا دائما المزيد من الحفر في الثقافة وفي الكتابة وفي الشعر باعتباره أفقا إنسانيا وجماليا. لا يمكن أن نكتب بدون حرية، الكتابة لا تكون إلا في الحرية. طبعا رغم التنشئة التقليدية المحافظة، لنقل محافظة، في بيئة جزائرية معروفة تحاول دائما أن تجعل من المرأة الكائن الثاني أو مجرد تفصيل في نسيج اجتماعي تكون فيه السلطة دائما للذكر، ولكن أنا من حظي أن العائلة والوالد، مع الوالدة طبعا رحمهما الله، كنت أتمتع بالحرية وبجرأة أن أقول ما أريد، وأن يتاح لي فضاء أن أقرأ وأن أكتب وأن أمارس شغفي في الإعلام. مارست الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وطبعا تبقى الصحافة جسر ثاني لمعرفة الآخرين وللتفاعل معهم ولإدراك الهشاشة الإنسانية التي بني عليها الإنسان، هذا التركيب المعقد المتشابك الذي لا يتفتح إلا بالحرية. كما قلت، لم أمارس في يوم من الأيام رقابة على ما أكتب، كنت دائما كائنا حرا أكتب ما أشاء سواء في الشعر أو في الصحافة. ودائما الحروب التي خضتها كانت من أجل حريتي. رغم أنك من بيئة يقال عنها أنها بيئة رجالية، يعني من بوابة الصحراء منطقة البرين، كيف تستطيع يعني الفتاة هناك أن تتحرر بهذه الطريقة في كتابتها وفي معاملتها مع الناس؟ لا يمكن ذلك إلا بالتعليم. التربية الأولى لها جذورها طبعا ولها أساساتها المتينة في بناء شخصية الفرد وتعليمه، ولكن كانت بنات المنطقة كلهم يدرسوا، يعني كان الشيء الإيجابي في المنطقة أنه بناتهم يبعثوهم في أي مكان من أجل الدراسة ومن أجل التعلم، حتى في المناطق النائية هناك. نعم نعم، هذا الشيء الإيجابي في منطقة بيرين أنه البنت لم تحرم أبدا من الدراسة وفي تحقيق طموحات في مجالات متعددة.
طبعا أنا كان شغفي الصحافة والأدب، وكان أيضا الفضاء متاح في الجامعة المركزية في التسعينيات، حيث أنا درست على يد أساتذة من ذهب، أبو العدود رحمه الله وسيني الأعرج، الدكتورة زينب الأعوج، ومصطفى فاسي وحجار، ويعني محمد الأمين وروزالين قريش وغيرهم وغيرهم، علي بن محمد درسني الأدب الجاهلي. درست على يد أساتذة كنت أناقش وأحاور رغم حالة التحفظ التي كنت أعيشها إزاء العالم، من أجل أن أكتشف، من أجل أن أسائل وضعي ووضع ما يحيط بي. طبعا كنت محظوظة أيضا بأصدقاء جميلين يكتبون، ولذلك كانت تتاح لنا بعض الأمسيات الشعرية وبعض النشاطات التي نقرأ فيها الكتب الجديدة ونناقشها بمحبة، لأن الأدب هي الفن بشكل عام، ومحبة الجمال والحرية. هل المشهد الثقافي التي كنت تعيشينه في فترة ضمن التسعينات لا يزال إلى يومنا هذا من خلال اللقاءات والأمسيات الشعرية والاحتكاك بالشعراء والكتاب في أيامنا هذه؟ مع الأسف كنت أتصور بأن المستقبل يقتضي دائما الأحسن والأفضل، ولكن يبدو لي أن الفترة السابقة كانت أكثر خصوبة وأكثر عطاء في المجال الثقافي وفي المجال الأدبي وحتى في المجال الإعلامي. هناك تراجع على مستويات عدة، يبدو لي أن ما تحقق وكأن عملية محو لهذا الرصيد ولهذا المسار الطويل من العطاء ومن البحث ومن المساءلة ومن التفكير. كانت لدينا أيضا نخب قوية في مجالات مختلفة، ولكن يبدو لي أنه حتى مكان اللقاء لم يعد هناك مكان للقاء المثقفين والكتاب والفنانين والشعراء. هناك عزلة قصرية يعيشها هؤلاء، وهناك أيضا انعدام رؤية تجمع هؤلاء المثقفين في مشروع وطني حداثي كما كنت أقول دائما. الخلافات التي المفتهلة، خلافات الهوية، خلافات النظر إلى مسألة الدين، مسألة المرأة، مسألة اللغة، هناك تراجع في كل شيء. يبدو لي أن هذه المسائل لم تحسم تماما، وهناك تراجع مع ظروف المأساة الوطنية التي عشناها، مع ظروف الكوفيد، يعني هذا الوباء العالمي الذي عطل مسيرة الحياة إلى نقطة يعني فظيعة. يعني هذا هو تفسيرك للمشهد الثقافي اليوم؟ المشهد الثقافي ليس فقط الشعر، وإنما يعني كل الثقافة، من سينما، من مسرح، من تلفزيون، من نعم. هذا هو تقييمك؟ صدقتي بايا، المدينة التي لا يتفاعل فيها الكائن مع المسرح، مع السينما، مع الأمسيات الأدبية المختلفة، مع الموسيقى، مع التشكيل، هناك خواء حقيقي وفراغ، لأن الفن هو جوهر الحياة شئنا أم أبينا. لماذا نعيش هذا الفراغ اليوم؟ يبدو لي أن فضاء مدينتنا، هذه المدينة الجميلة، متوحشة، لأنها تفتقر إلى مسرح حقيقي ودائم. أنا عاشقة للمسرح، وكنت يعني وأنا طالبة كانت تتاح لي فرص أن أكون في المسرح، مرة في قاعة سينما، مرة في أمسية أدبية، مرة في أمسية تشكيلية، ولكن هذا التراجع وهذا النفور، يبدو حتى هناك نفور عام من كل ما يشكل جوهر ووجدان الإنسان. نحن لا نكتمل ولا نتأسس، ولا يمكن أن نكون كونيين وإنسانيين بدون علاقتنا بالفن. يعني اليوم المثقف أصبح حبيس البيت، حبيس بيته.
كل مثقف يبدو لأنه يتصور أنه من مواقع افتراضية يتصور أنه أدى الرسالة، ولكن الحياة تفاعل وأخذ وعطاء احتكاك. واحتكاك في الحياة العادية. تصوري أنه مدة هذا العام، عام الحجر هذا القاسي، أنه الناس تشتهي أن تلتقي بعضها، أن تتحاور، اللقاءات الحقيقية وليس الافتراضية. صحيح أنه الافتراضي سهل إمكانية التبادل وإمكانية تبادل الأفكار وتبادل المعلومات، ولكن هذا لا يكفي. لكن الحجر يعني مس العالم كله، ليس الجزائر فقط. نعم. وأنا كجزائرية معنية بمدينتي، ما المانع من أن تكون لدينا مدينة وعاصمة كاملة متكاملة، مدينة ثقافة ومدينة علم ومدينة لقاء ومدينة جمال. كل هذا الجمال وهذا الثروات وهذا الطاقة البشرية، خاصة الشباب الآن منفتحين على ثقافات أخرى، على لغات أخرى، على مجالات أخرى. على ذكر المدينة نصيرة، نعم. عفوا قطعتك، على ذكر المدينة، كيف كانت نصيرة محمدي تتصور المدينة في كتاباتها، من حيث مثلا حتى يعني التهيئة العمرانية، من حيث، نعم. أحيائها، من حيث متاجرها، من حيث مدارسها، يعني الحياة العامة للمدينة كيف كانت تتصورها نصيرة محمدي؟ تعرفي أنه مدينة الجزائر مدينة كولونيالية، يعني العمارة، الطرقات، الشوارع، كلها إرث استعماري. أشعر بالغريب الذي لم يستطع أن يساهم في بناء هذا المكان. أنا الغريبة، أشعر بالغربة إذا مدينة لم يستطع أبناء الجزائر أن يقدموا فيها إضافات. يعني هذا التنوع في هذه المدينة، مدينة قائمة على هضبة واخضرار وبحر وجمال وتنوع أيضا بشري، وشباب طموح قادر على أن يبني هذه المدينة، ولكنه مفصول عنها نفسيا وجسديا حتى. يعني لنكن صرحاء، لأنه حتى نظافة المدينة، الإنسان اللي ما بناش وساهمش في هذه المدينة يخليها مهملة، مدينة مهملة ومنسية ومتروكة للإهمال. لكن نصيرة، هناك بنايات شيدت مؤخرا هنا وهناك من مختلف الصياغ، هل هذا ما كان ينتظره المثقف أو حتى الفرد الجزائري؟ بنايات في كل مكان، لكن روح المدينة في تلك البنايات هل هي موجودة مثلا في حي سكني؟ هل هناك مسرح، هناك سينما، هناك فضاء للموسيقى وغيرها من روح المدينة في هذه الأشياء التي ذكرتها. مدينة بدون مقاهي مفتوحة يجتمع فيها الجميع، يتبادلون الآراء والثقافة والفكر والسياسة وكل ما يتعلق بحياتنا ويومياتنا. مدينة آمنة، فيها أمان، مدينة يعني يجاور فيها المسرح، الجامعة وقاعات السينما. هذا الغلق وهذا العزل ماذا ينشئ؟ يترتب عنه إنسان مشوه وإنسان عديم الثقة بهذا المكان وبأهله أيضا. الإنسان الجزائري دائما متربص، يعني متوجس، قلق، لأنه يشعر بعدم الأمان وبعدم جمال الأشياء حوله. نحن نخلق الجمال من داخلنا، لذلك عندما نقول أن الشعر لا يعني شيئا بالنسبة لهؤلاء الأجيال الجديدة التي هي برغماتية، أجيال برغماتية ترى أن الشعر مضيع للوقت وأنه لا منفع منه، ولكن نتناسى أن الوجدان وأن أعماقنا تتربى وأيضا تكون قوية بهذا الجمال وبهذا الفن الذي يظل خالدا. يرحل كل شيء
ويبقى الفن وتبقى الثقافة كحقيقة جوهرية في حياتنا. تكتبين كثيرا عن الألم، عن الجرح، عن النزيف، عن المعاناة، هل هو تشاؤم أم أشياء أخرى؟ لا، قدري أن يعني في بداية حياتي وشبابي أنه تعثرت بالحرب، بحكاية اسمها الحرب، بمأساة كبيرة عاشتها الجزائر. فهذا السوداوية ربما ناشئة عن هذا الظرف القاسي جدا من تاريخنا. تاريخ الجزائر هو تاريخ المآسي والألام والحروب الكبرى، ولكن دائما هناك ما يضيء أنه تنتهي مثلا ثورة الجزائر باستقلال حقيقي وبشهداء، يعني 1.5 مليون شهيد. هذا رقم يعني أسطوري وفلكي من أجل الحرية. دائما أتكئ على هذا التاريخ عندما دعيت يعني مرة به هنا وهناك، هذا كل مصدر فخر طبعا. دائما عندما دعيت في إحدى المهرجانات في إحدى الدول العربية، طبعا قالوا في أثناء تقديمي نصيرة ابنة الجزائر والأمير عبد القادر وأركون وكاتب ياسين وشعراء كثيرين من هذا البلد، تشعر بأنك صغير ذرة صغيرة أمام هذا التاريخ الكبير. يعني تسمع اسم الأمير عبد القادر كل شيء فيك يهتز. فماذا قدمنا نحن لهذه الجزائر العظيمة؟ يبدو لي أن هناك تشتت وتشرذم كبير في حياتنا، ولابد من رؤية استراتيجية وحقيقية لنعيد بناء أنفسنا. في كل مرة هناك عملية هدم وبناء، ويبدو لي أن التاريخ الحقيقي والنضال الحقيقي يبدأ من الثقافة. وكأن المثقفين هنا في الجزائر ناصرة اتفقوا على أن لا يتفقوا، لماذا هذا الاختلاف؟ نعم، هناك خلافات في التوجهات، في الإيديولوجيا، في وعدم توحدهم، عدم تكتلهم مثلا في هيئات، في منظمات، في مشروع، في نقابات، في مشاريع، في مشروع حقيقي. في مشروع حقيقي هناك دائما طبعا صغار النفوس لا يستطيعون التأسيس لمشروع لبلد مثل الجزائر، بلد فعلاً قارة بحاجة إلى كفاءات، بحاجة إلى أسماء ثقافية قوية وفاعلة، وبحاجة إلى إرادة سياسية أيضا لتجاوز كل هذه الإحباطات. هذا المشكل في الإرادة السياسية. يبدو لي أنه نحن في الجزائر نعاني هذا الإشكال كثيرا، ولا يكفي أن يكون لديك مال كثير حتى تنجز مثل هذه المشاريع. وزارة الثقافة هي جهاز تنفيذي، من المفروض أن الفنانين والمثقفين والكتاب يقدموا مشاريعهم، والوزارة تمول هذه المشاريع وتسهر على أن تكون ناجحة. لكن يبدو لي أنه مسائل ربما لا أعرفها، وعدم الإصرار على البناء وعلى التأسيس لثقافة وطنية حداثية متنورة، يعني يتجاوز فيها المثقفون خلافاتهم كما قلت، ويتجاوزون مسألة أنه ماذا أستفيد، المنفعية الآنية، يعني المصالح الآنية التي لا تحقق شيئا للوطن، التي تنتهي في فترة وجيزة. نعم. ألا تظنين ناصرة أن يعني بناء ثقافة قوية تبتدئ من الحي، من البلدية، من المدرسة، حتى تصل إلى وزارة الثقافة؟ يعني البنية الأولية هي على المستوى المحلي، على المستوى البلدي، صحيح، على المستوى، صحيح، الحي. صحيح. هل أحياؤنا فيها مثلا مكاتب، بها مسارح، بها؟ نعم، هناك مثلا المكتبات الرئيسية في الولايات، ماذا عليها أن تقدم لكل هذا الشباب الضائع؟
فعلاً. المكسبات يبدو لي أنها يجب أن تمتلك الإرادة والعمل على تحقيق أهداف كبرى واستراتيجية لبناء الطفل الجزائري وفي المدرسة وفي الحي، والمجتمع المدني عليه أن يتحرك ويناضل. فكرة النضال أيضا انتفت على هذا المستوى، ولذلك يبدو لي أن هذه الأماكن الصغيرة التي تبنينا المحلية هي تأسيسية لبناء طفل قوي ومعتد بشخصيته وهويته، لأن الهوية هي الثقافة. فعلا، في فترة من الفترات مثلا في الثمانينات كنا نجد أن هناك مكتبات بلدية، بمعنى الطفل في المدرسة يذهب إلى تلك المكتبة ليقتني كتاب ويقتني آخر ويلتقي مع زملائه في تلك المكتبة، والقائم على تلك المكتبة كانت البلدية، وكان مثقف هو من يسير تلك المكتبة وليس مسير هو فقط. أين هي تلك المكتبات البلدية اليوم؟ هذا سؤال كبير. يبدو لي أن المعنيين يجب أن يعيدوا النظر بإلحاح شديد. المكتبة ضرورية في كل حي. أنا حقيقة أغار عندما أسافر إلى عواصم العالم وحتى العواصم العربية أظن، والعواصم العربية وأكثر المدن اللي زرتها عربية، يعني أغار أنه المكتبات متاحة للأطفال، أنه الأنترنت متاحة مجانا، أنه هناك برامج كاملة لمواكبة ومرافقة الطفل، وبالتالي نحن نرتكب جريمة كبرى في حق أطفال نصيرة، مرت قصائدك بحالات تجل وتخبط ومساءلات، ما الأسئلة التي تحاولين الإجابة عنها عبر كتاباتك؟ الأسئلة يبدو لي هي أسئلة وجودية ترافق الكائن وترافق الشاعر ترافق الفنان. سؤال الميلاد، سؤال الموت، سؤال الحياة، سؤال الحب، سؤال المرض، سؤال الخلود، سؤال. ويبدو لي أن الإنسان لا يخلد إلا عبر كتبه، عبر منجزاته الفنية، عبر ما يقدمه للإنسانية من علم ومعرفة وإبداع. أنت روحانية أكثر منك واقعية؟ أنا روحانية أكثر مني دنيوية، ولذلك أنا زاهدة في الكثير من الأشياء وممتلئة بهذه الذات. هناك من يقول أن نصوصك متمردة على المألوف في الشعر الحديث، فهل هو تمرد حقا أم محاولة لتجاوز ما هو سائد ونمطي في هذا الشعر؟ أنا أعيش حقيقتي، لا أستطيع أن أجامل المجتمع في أفكار وقناعات ومفاهيم لا يقبلها عقلي. أنا عقل مسائل، ولذلك دائما تعذبت ودائما خسرت، ولكن في المقابل أنا معتدة بذاتي التي ترى أن الخلاص في الفن وفي الجمال وفي الاعتراف بهشاشتنا الإنسانية. طبعا الأشياء الزائلة لا تعنيني كثيرا المادية، أنا إنسانة تحاول أن تقارب حقيقتها عبر الفكر وعبر الفلسفة وعبر الشعر وعبر الفن. في رأيك نصيرة، ما هي وظيفة الشعر الآن في عصر الرقمنة، وكيف تتصورين مستقبله؟ الشعر لا ينتهي مع التكنولوجيا، يظل الشعر جوهرا حقيقيا فينا مهما كانت التكنولوجيا هي المهيمنة والتي تقود العالم، إلا أن الشعر يبقى البداهة الأولى والحقيقة الأولى. نحن في علاقتنا بالطبيعة هي علاقة بدائية ولكنها مليئة بالشعر، مليئة بالشعر. الشعر ليس في الكلمات فقط وفيما يقوله ما يكتبه الشاعر، إنما الشعر
مترامي وموجود في كل شيء، في علاقتنا بالأشياء، بالطبيعة، بالكائنات، في ضرورة التأسيس لعلاقة مختلفة مع وجودنا، مع الكائنات، مع البشر وغير ذلك. حسب رأيك، ما مدى اهتمام شباب اليوم بقراءة أو كتابة الشعر في ظل كثرة وسائط التواصل الاجتماعي وكذلك المنصات الرقمية اليوم؟ نعم، هناك يبدو لي وعبر متابعاتي تراجع في تلقي الشعر، ولكن على الجامعات والمؤسسات الثقافية أن يكون الشعر حاضرا في حياتنا وفي يومياتنا وفي أناشيد الأطفال وفي حواراتهم وفي تلقي برامجهم الدراسية. هناك أيضا اهتمام بالنص السردي، الرواية أكثر من الشعر، ولكن الشعر يبدو لي أنه لن ينتهي رغم سطوة النص السردي الروائي ورغم التكنولوجيا التي هيمنت على حياتنا. المهرجانات والمحافل أصبحت قليلة جدا خاصة في ميدان الشعر، كيف تعللين ذلك؟ هناك مهرجانات عالمية وشاركت في بعضها، ما زالت عبر الوسائط والتقنيات الحديثة وعبر الإنترنت يعني تكرس حضورها. في العالم العربي تقل بمستويات متفاوتة. في الجزائر يبدو لي أنه حتى الملتقيات التي تكرست عبر سنوات من التراكم والتأسيس لهذه المهرجانات أيضا تضاءلت أو انسحب القائمون عليها. هذا يعود إلى يعني جملة من الأسباب والتعقيدات في حياتنا اليومية وفي أيضا مسألة التسيير وفي رؤيتنا للشعر أولا. ألا تظنين أنها قليلة إذا ما قورنت بالرواية أو القصة؟ نعم صحيح، يبدو لي أن هناك اهتمام أكثر بالرواية، اهتمام أكثر بالرواية وحتى القصة يبدو لي بمستوى أقل. حضور الشعر يبدو لي أنه الإنسان ليرغب في الشعر عليه أن يقتني الكتب الحقيقية لشعراء يملؤون العالم، شعراء كونيين نتلقفهم عبر الانترنت وعبر الكتب التي تأتي إلينا في معارض الكتب. بين الشعراء الجزائريين كانوا أم أجانب أصبحوا يميلون إلى كتابة الرواية، لماذا هذا الاتجاه؟ هناك انتقال لبعض الشعراء نحو كتابة النص السردي أو الرواية. على سبيل المثال أحلام التي كانت شاعرة، أحلام مستغني، واتجهت صوب الرواية وقالت أنني أصبحت أدنى من الشعر وأن ما يعتمل في ذاتها من أسئلة لا يمكن للشعر أن يستوعبه. هذه خيارات أدبية وفنية، يبدو أن التجارب المحك الحقيقي هو في فنية هذه النصوص التي تحمل رؤى وأفكار وتجارب مختلفة. الكاتب أو الشاعر يحتاج إلى الهدوء للكتابة، كيف تستطيع ناصرة محمدي الكتابة في صخب المدينة أو في العاصمة وهي بنت بوابة الصحراء، بنت منطقة البرين الهادئة؟ حملت هدوء المنطقة، أنا أحمل هذا الهدوء ويبدو لي أنه في شخصيتي، ولكن في شعري لا، لست هادئة فيما أكتب سواء عبر تجربتي في الصحافة المكتوبة أو في الكتابة الشعرية. لم أكن أبدا هادئة، أنا كائن قلق في الداخل، ولكن الوضع الخارجي أو الفضاء الخارجي يتطلب الهدوء، صحيح كما قلت يتطلب أريحية معينة، لكن أنا تعودت منذ يعني فترة الإرهاب أنه أكتب في أي مكان، أنه أحتفظ بالهدوء الداخلي الذي أحمله من طفولتي.
الذي يعتمل بالقلق وبالأسئلة فيما أكتب، أنه أنفصل عما يحيط بي من صخب كما قلت في المدن. اللقاء شيق لكن الوقت ضيق، وحتى نختتم هل هناك من أبيات شعرية حضرتها لنا الشاعرة ناصرة محمدي؟ أنا أتفائل بغجرية دائما، سأقرأ هذا المقطع. وهي فعلا تنعكس على شخصية ناصرة محمدي. عبثا يتصور ضحكتها في فراغ القياس كغمامة لبس تسامق زئبقها، عبثا يصطفي من نبيذ البشارات أسبابه، كان ينساب في علة الشوق حد العبور، ترى هل وصل؟ عبثا قد يقول لها قد وصلنا إلينا بلا جسد أو أمل، أول العاشقين سلالة حب تؤرق تفاحة، أول العاشقين تراب، لو أتذكر لو أتذثر لو أشاء حالة متخمة. شكرا على هذه الأبيات الشعرية الرائعة، وشكرا على حضورك معنا ناصرة محمدي هذا العدد من برنامج ضيفة الثقافة. شكرا لك. بهذا نصل مشاهدي الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج ضيفي الثقافة، شكرا للمتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.